السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب سكندري 2، أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله يا أبطال معادنا مع ليسون 4 في منهج الكالكولس. هنتكلم بقى على الديريفاتيف أوف كومبوزيت فانكشن اللي هي مشهورة جدا باسم تشين رول. حلقة النهاردة لطلبة العلمي وطلبة الأدبي وطلبة الأزهر. ده موضوع من الموضوعات المهمة جدا، وبكرر دايما لأولادنا اللي هم هيكملوا إن شاء الله علم رياضة، نركز دايما على الكالكولس اللي موجود عندنا في الترم ده وقوانين التريجنومتري ليسون 2 وليسون 3، مهمين جدا بامر الله ان شاء الله السنه الجايه. طيب انت بتقول يا مستر كومبوزيت فانكشن، احنا تقريبا سمعنا الاسم ده قبل كده في الالجبرا اللي هي الكومبوزيشن فانكشن اللي احنا اخدناها الترم اللي فات. احنا هنشتغل ازاي نجيب الديريفاتيف للكومبوزيت فانكشن اللي هي الكومبوزيشن فانكشن، كمان هندرس التشين رول وهنحل افكار كتير جدا ان شاء الله من المعاصر في حلقه النهارده. يلا نسمي الله كده بالراحه كده واحده واحده. لما اقول كومبوزيت فانكشن، كومبوزيت فانكشن دي بمنتهى البساطه لو انت عندك الواي اللي هي الاف اوبجكت، وعندك طبعا هي الواي هنا بنقول انها ديفرنشال فانكشن وذ ريسبكت تو زد، وعندك كمان الزد هنا او الزي اللي هي الجي اوف اكس، دي برضه ديفرنشال فانكشن وذ ريسبكت تو اكس. لو انا عايز اجيب الواي اوف اف، الواي اللي هي اف اوف جي اوف اكس، نعمل ايه؟ يعني انت خدت الزد دي عوضت بيها مكان دي، يعني الواي ايكوالز اف، شلت الزد وحطيت مكانها جي اوف اكس. هندرب دي ازاي؟ هتقوم جايب لي بص ببساطه كده، انا عايز اجيب دي واي دي اكس. طيب هتجيب لي الاول دي واي دي زد، وبعدين تجيب لي دي زد دي اكس. تجيب ايه؟ دي واي دي زد، وبعدين تجيب لي دي زد دي اكس. مش فاهمين يا مستر؟ طبعا دي الثيرم بتاعتنا. تعالى بقى نطبق الكلام ده كده بالراحه كده واحده واحده، افهمك القصه بهدوء. لو انا عندي دلوقتي الواي بزد باور 8 بلس 1، وعندي الزد هنا ب 2 اكس ماينس 3، انا جيت طلبت منك دي واي دي اكس، هتقول لي لا يا مستر حضرتك تقصد دي واي دي زد، لا انا عايز دي واي دي اكس. طب اجيبها ازاي؟ انت الاول تجيب لي دي واي دي زد، في اي مشكله؟ انت تدرب الواي الاول ريسبكت للزد، وبعدين تدرب للزد ريسبكت للاكس اللي هي دي زد دي اكس، وبعدين تعملهم تايمز. يبقى انت الاول تعمل ايه؟ هتجيب لي دي واي دي زد اكوردنج الفاريبلز بقى اللي قدامك، هنا دي زد دي اكس. طب ليه اعمل لهم ملتي بلاي؟ بص ده راح مع ده، لو عملت لهم ملتي بلاي يطلع دي واي دي اكس. يا سلام على الجمال. يبقى انت دلوقتي لما تيجي تشتغل هتعمل ايه؟ تعالى بقى نجيب دي واي دي زد كده، ادي دي واي دي زد. طبعا لما تعمل ديريفاتيف بقى، طبعا الحلقه اللي فاتت قلنا الكلام ده بالتفصيل، هتبقى 8 زد باور 7، اكتب هنا 8 زد باور 7. وعندك دي زد دي اكس، اكتب هنا دي زد دي اكس. طبعا ديريفاتيف اي 2 اكس اي لينير باخد الكوفيشنت بس يا اولاد، والكونستنت بزيرو طبعا زي ما احنا عارفين. اعمل لهم تايمز، يبقى دي واي دي اكس زي ما عملنا فوق، قلنا دي واي دي زد ملتبلاي دي زد دي اكس، اعمل لهم باي يبقى 16 زد باور 7، بس البارامتر هنا زد هو عايزه اكس. خلاص يبقى تكتب 16، شيل الزي وحط مكانها 2 اكس ماينس 3، الكلام ده باور 7 كده. يبقى انت خلصت سؤالك. يلا ناخدها بشكل اجمل، يبقى انا هبدا الاول بدي واي دي زد اللي هي 8 زد باور 7، وبعدين ممكن بقى تشيل الزد دي بالمره وحط لي مكانها 2 اكس ماينس 3، يعني اعمل سبستيتيوت بالزي هنا يبقى 8 براكت 2 اكس ماينس 3 باور 7 بس كده، لان انا عايزها اكس كلها يا ولاد. وبعدين اجيب دي زي دي اكس، طبعا دي لينير، خد الكوفيشنت اللي هو 2، وطبعا ديريفاتيف الكونستنت بزيرو. جميل قوي. اقدر ببساطه بقى اجيب دي واي دي اكس اللي هي دي واي، هنا في 2 طبعا هتظهر دلوقتي، هنا في 2. يبقى دي واي دي اكس اللي هي دي واي دي زد ملتبلاي دي زد دي اكس، اعمل لهم باي دي واي دي زد ملتبلاي دي زد دي اكس، اتاكد دي راحت مع دي يبقى الدنيا تمام. اعمل لهم تايمز هما الاثنين، يبقى دي واي دي اكس 8 ملتبلاي طبعا 8 في 2 اكس ماينس 3 باور 7 ملتبلاي باي 2 اللي هنا، هيطلع 16، وحط لي 2 اكس ماينس 3 باور 7 زي ما هي كده. يبقى انت خلصت سؤالك، مساله سهله جدا، امشيها تشين رول براحتك واحده واحده. طيب ناخد سؤال كمان. هنا بيقول لك الواي ايكوالز زي على زي ماينس 1، وهنا بيقول لك الزي اكس سكوير بلس 3 اكس بلس 3. انا عايز دي واي دي اكس لما الاكس ب 1. اقول لك طب بالراحه كده واحده واحده، انا ممكن اجيب الاول دي واي دي زد، وبعدين دي زد دي اكس، وبعدين نعمل لهم باي. فلو قلنا دي واي دي زد، ده فراكشن الحلقه اللي فاتت،
قلنا ازاي نجيب ديريفاتيف الفراكشن او الراشونال فانكشن. قلنا بنعمل داون سكوير وبعدين نعمل ديف اب ملتبلاي داون ماينص ديف داون ملتبلاي باي اب. طب ده راشونال يا مستر، يبقى دي واي دي زد، هنا واي وزد، اكتب دي واي دي زد. هنعمل بقى فراكشن بار داون سكوير يعني زد ماينص 1، اعمله كده باور 2 لو سمحت. وبعدين ديريفاتيف اب في داون ماينص ديريفاتيف داون في اب. طب ديف اب اللي هي 1 ملتبلاي داون زد ماينص 1، وبعدين تقول لي ماينص ديف داون، ديف داون اللي هو مين؟ اللي هي 1 برضه، يعني ديريفاتيف ال 1 بزيرو في اب اللي هو زد. اعمل بقى سمبليفاي، بقت سهله خالص. طبعا تبقى زد ماينص 1 ماينص زد، الكلام ده اوفر زد ماينص 1 باور 2. اقدر اكنسل الزد دي مع الزد دي، يبقى ريميندر عندك نيجاتيف 1 اوفر. وانت بتكتب بقى عوض الزد زي ما اتفقنا، اعمل سبستيتيوشن للزد دي. هي فين الزد اهي؟ اللي هي اكس باور 2 بلس 3 اكس بلس 3، حطها لي هنا، يبقى اكس باور 2 بلس 3 اكس بلس 3 ماينس ال 1. خلي بالك هو قال لك الاكس ب 1، يبقى انا اقدر احط 1 هنا و1 هنا وتكتبها كلها على الكالكوليتر، تطلع معاك بسهوله جدا بنيجاتيف 1 اوفر 36، دي نمبر 1 خلاص. جميل، ركز بقى في الكلام ده، لان الكلام ده هيكرر في تقريبا معظم المسائل بتاعتنا، لان الكلام ده هيكرر كتير جدا. انا عايزك تاخد بالك من الحاجات دي كويس قوي. ارجع بقى هات لي، انت كل ده كنت بتجيب دي واي دي زد، ارجع بقى هات لي دي زد دي اكس. يبقى انت هتدرب دي اكس باور 2، هتعمل دروب لل 2 يبقى 2 اكس. هنا 3 اكس لينير، خد الكوفيشنت يبقى 3 وال 3 ب 0 طبعا، ده الديريفاتيف بتاعك. الاكس برده ب 1 زي ما قال، يبقى 2 ملتبلاي 1 بلس 3، وبتطلع معاك ب 5 يا باشمهندس، ادي اوبشن 2. كده انت عايز تجيب دي واي دي اكس، يبقى تعمل دي واي دي زد ملتبلاي دي زد دي اكس. الدي زد تروح مع الدي زد، يبقى انت الدنيا تمام. دي واي دي اكس اعمل لهم تايمز هما الاثنين، يبقى نيجاتيف 1 اوفر 36 ملتبلاي 5، هتبقى نيجاتيف 5 اوفر 36، وبكده سؤالك خلص. يا رب تكون وضحت فكره التشين رول. واحد يقول لي طب ما احنا ما عوضناش ليه مكان الزد يا مستر؟ اه طبعا ده حل تاني خالص، تعال نحله مع بعض كده. ده حل تاني غير الحل ده خالص، ان انت ممكن تعمل سبستيتيوت بالزد. ازاي؟ بص كده معايا، امشي معايا كده خطوه خطوه. تعال نقول ان الواي ايكوالز، شيل الزد دي وحط لي كل ده اكس باور 2 بلس 3 اكس بلس 3، وبعدين هنا برضو اكس باور 2 بلس 3 اكس بلس 3 ماينس ال 1 اللي هنا يبقى بلس 2. وتعالى بقى نجيب دي واي دي زد، خطوه واحده دي واي دي اكس عفوا فراكشن بار، حط لي كل ده باور 2 اكس باور 2 بلس 3 اكس بلس 2 باور 2. هجيب ديريفاتيف اب اللي هو 2 اكس بلس 3 فين؟ في داون اللي هو كل ده زي ما هو اكس باور 2 بلس 3 اكس بلس 2 ماينس ديريفاتيف داون اكس سكوير يبقى 2 اكس، قول معايا ما تسكتش، بلس 3 اكس يبقى بلس 3، طبعا ديريفاتيف 2 بزيرو، حط اب زي ما هو اكس باور 2 بلس 3 اكس بلس 3. هو قال لك الاكس ب 1، خلاص اعمل بقى سبستيتيوت للاكس ب 1. خلي بالك 1 و 3 4 و 2 6 باور 2 يبقى 36. هنا 2 بلس 3 هنا 5، هنا 1 و 3 4 و 2 6 يبقى 5 باي 6 يبقى 30. هنا 2 بلس 3 5، 1 و 3 و 3 يبقى 7، 5 باي 7 يبقى 35، يطلع بالنيجاتيف 5 على 36. يبقى انت كده خلصت سؤالك. فانت عندك طريقين في التشين رول، يا اما تعمل سبستيوشن، يا اما تعمل ايه زي ما اتفقنا، تجيب بقى دي واي دي زد وبعدين دي زد دي اكس، وبعدين تجيب الديريفاتيف زي ما عملناه من لحظات، طلعت معاك نفس الانسر. طبعا درس مهم بيراجع على اللي احنا اخدناه قبل كده في الديريفاتيف، وبيأسسك بامر الله ان شاء الله اللي احنا عايزينه بعد كده. في رول عندنا بقى مهم جدا، الرول ده لو انا عندي الواي ايكوالز اف اوف اكس اول باور ان، اجيب ديريفاتيف البراكت ده ازاي؟ احنا كنا بناخد ديريفاتيف اكس باور 2 اكس باور 3، لكن لما اجيب لك براكت اكس بلس 1 اول باور 10 واقول لك اتفضل يا باشمهندس اعمل لي ديريفاتيف، هتعمل ديريفاتيف ازاي؟ خد الرول ده. لو انا عندي الواي ايكوالز اف اوف اكس اول تو ذا باور ان، ومطلوب من حضرتك انك تجيب دي واي دي اكس، اعمل دروب للباور. ما هو الديريفاتيف انت بتتعامل مع الباور، يبقى اعمل دروب للان هنا وحط البراكت زي ما هو وماينص لي 1 من الباور. مش احنا بنعمل كل مره كده في الديريفاتيف بعمل دروب للباور وبعدين تماينس منه 1؟ انا عملت دروب للان وبعدين ماينصت منه 1 باي الديريفاتيف اللي جوه البراكت، يعني ديريفاتيف الاف اللي هي اف داش اوف اكس. في ناس ما بتحبش السيمبلز، خد يا سيدي
2x plus 1 all power 7. اتفضل هات لي دي واي دي اكس. تقول لي اه دي واي دي اكس ماشي، اعمل دروب لل 7، حط البراكت باور 8 صح؟ لا باور 6 يا مستر. تمام باور 6 هيبقى ماينس 1 من الباور تايمز الدريفاتيف اللي جوه البراكت. طب دريفاتيف اللي جوه البراكت اللي هي 2 بس كده، يبقى دروب ماينس 1 في دريفاتيف اللي جوه البراكت اللي هو 2. طبعا هنا 7 باي 2 هتبقى 14، وتكتب بقى 2 اكس بلس 1 اول باور 6، يبقى انت خلصت سؤالك. طب ما ناخد فكرتين ثلاثه على الحته دي، يلا يا باشمهندس معايا كده واحده واحده. هنا بيقول لك فايند ذا فيرست ديريفاتيف الواي 2 اكس باور 3 بلس 5 اول باور 4. يلا قول انت بقى كده معايا كده خطوه خطوه كده ستيب باي ستيب، ما تستعجلش. اول حاجه بنعمل ايه؟ تمام بنعمل دروب للباور، وبعدين قول هم ماينس 1 من الباور، جميل جدا. وبعدين في ديريفاتيف اللي جوه البراكت، اهم حاجه الخطوه دي ما تنساهاش. يبقى انا هقول دي واي دي اكس يا باشمهندس، هتقول لي اعمل دروب للفور. طبعا ده دي مش معانا دي، لا لا دي مش معانا، هعمل دروب للفور وبعدين لا الرول ده مش معانا يا ولاد، انا هعمل دروب للفور عادي، اكتب ده باور 3 نفس البراكت في ديريفاتيف اللي جوه البراكت. طبعا 2 اكس باور 3 هتعمل دروب لل 3 يبقى دي 6 اكس باور 2 ودريفاتيف ال 5 ب 0. يا ريت نعمل السمبليفاي 4 باي 6 يبقى 24، وحط طبعا اكس باور 2 والبراكت زي ما هو، انت كده عملت الدريفاتيف. الموضوع سهل خالص مش عايز استعجال. طيب هنا برضو بيقول لك 3 اكس على 2 اكس بلس 1 اول باور 5، عايزين نجيب الدريفاتيف هنا. خلي بالك انت بتعمل دروب للباور وتماينس منه 1 تايمز الدريفاتيف اللي جوه البراكت، ما هو انت ورزقك بقى. اللي جوه البراكت ده ممكن يبقى روت، ممكن يبقى فراكشن زي اللي قدامك، ممكن يبقى راشونال، انا ما اعرفش. فانت بتشتغل بنفس النمط، اعمل دروب للباور اللي هو 5 وحط لي البراكت ده بس باور 4 لو سمحت. 3x على 2x بلس 1 باور 4 خلصت؟ لا في دريفاتيف اللي جوه البراكت. طب دريفاتيف اللي جوه البراكت فراكشن باور، هنعمل داون سكوير 2x بلس 1 باور 2 ونعمل ديف اب ملتبلاي داون ماينس ديف داون ملتبلاي اب. طبعا ديف اب اللي هو ب 3 ملتبلاي داون 2 اكس بلس 1 وبعدين قول لي ماينس الرول ديف داون اللي هي 2 ملتبلاي اب اللي هي 3 اكس. وضحت؟ يا رب تكون وضحت. هنا بقى لازم اعمل سمبليفاي. لو قال لي مثلا ات اكس ب 0 كنا عملنا سبستيتيوت للاكس ب 0، ات اكس بنيجاتيف 1 كنا عملنا سبستيتيوت بنيجاتيف 1، ما قالش، لازم تعمل سمبليفاي. فانت اول حاجه هتعملها ايه؟ ثبت دول زي ما هم، اعمل بس سمبليفاي هنا داون سكوير مالكش دعوه بيه خالص. 3 باي 2 6 اكس بلس 3 باي 1 3 ماينس 6 اكس، كنسل دول. جميل قوي. اعمل لي بقى هنا ديستريبيوت بقى للباور، اعمل دروب للباور على النومريتور والدينومينيتور، يعني خلي لي دي 3 اكس اول باور 4 ودي 2 اكس بلس 1 اول باور 4 برضه. هنا يبقى معاك 3، ركز بقى معايا كويس قوي. 2x بلس 1 باور 4 2x بلس 1 باور 2، لما تيجي تعمل ملتبلاي بتعمل اد للباور، يبقى 4 و 2 6. طب النوميريتور هنا في 3 ما تنساهاش، تايمز ال 5 اللي بره يبقى 15 و 3x طبعا اول باور 4. عايز تعمل سمبليفاي تاني اشتغل بقى، يعني ممكن تكتب دي زي ما هي، عايز تعمل سمبليفاي تاني اشتغل مفيش مشكله. ادي 2x بلس 1 اول باور 6، خلي بالك دي 3 باور 4 يبقى 15 في 3 باور 4 81 x باور 4، وبرمي دي على الكالكوليتر وطلع الانسر. يا رب تكون وضحت. طيب لسه في افكار كتير، درس مهم جدا الدرس ده يا اولاد. التشين رول موضوع من الموضوعات المهمه اللي هيفيدك ان شاء الله في جريد 2. هنا عايز الفيرست ديريفاتيف الواي ايكوالز كيوبيك روت اكس سكوير ماينس 3 اكس ماينس 4 اول تو ذا باور 2. انت ما بتتعاملش مع روت، انت بتتعامل مع باور. يبقى لا، امال احنا كنا بناخد الراشونال اكسبوننت الترم اللي فات ليه؟ لو سمحت حول لي ده الباور، يبقى الواي كل الكلام ده بس باور 2 على 3، بناخد الباور اللي هنا ديفايدد الاندكس بتاع الروت. يبقى هتقول لي اكس باور 2 ماينس 3 اكس ماينس 4 او تو ذا باور 2 اوفر 3 دي واي دي اكس. لو سمحت اعمل لي دروب للباور من فضلك، يبقى 2 اوفر 3. حط كل الكلام ده بس ماينس من دي 1، 2 اوفر 3 ماينس 1 يبقى نيجاتيف 1 اوفر 3. ملتبلاي رايح فين يا مسطول؟ ديريفاتيف اللي جوه البراكت يا باشمهندس، يبقى 2x ماينس 3 ديريفاتيف ال 4 ب 0. لو سبتها كده ازعل منك جدا. ليه؟ عود نفسك في الديريفاتيف ما تسيبش ابدا نيجاتيف باور، ما تخليش عندك ابدا نيجاتيف باور، لازم النيجاتيف ده ينزل هنا في الدينومينيتور. يبقى دي 2
ازاي بقى؟ ركز معايا، كل البراكت ده ينزل باور 1 اوفر 3. سيب ال 2 دي فوق وحط جنبها 2 اكس ماينس 3 بس كده. النيجاتيف باور ده كله، ما هو ده كله يا جماعه، ده كله اوفر 1 ينزل تحت هنا جنب ده بالبوزيتيف، وهنا 2 في 2 اكس ماينس 3. اعمل بقى سمبليفاي، خلي بالك كل مسائل الروتس في الديريفاتيف دايما ترجع لنفس الروت. يعني انت بتداري في كيوبك روت يرجع كيوبك روت، بتداري في سكوير روت يرجع سكوير روت، فيفث روت يرجع فيفث روت، فده كيوبك روت خلي بالك. يبقى انت ممكن تقول لي كده خطوه زياده، معلش هتقول لي كده الكلام ده ايكوالز 2 ملتبلاي 2 اكس، يبقى الكلام ده عندك 4 اكس، و2 ملتبلاي 3 6. وهنا 3 اعمل بقى كيوبك روت اللي هي اكس باور 2 ماينس 3 اكس ماينس 1 ماينس 4 عفوا. هتقول لي باور 1 اوفر 3 ملوش لازمه، دايما الدينومينيتور ده هو الروت يا باشمهندس. يا رب تكون وضحت. طيب هنا بيقول لك عايزك تجيب لي دي واي دي اكس، الواي 2 اكس بلس 1 باور 3. اه هنا 3 اكس ماينس 2 باور 4، ده موال بقى بالراحه كده واحده واحده. دول برودكت التو فانكشنز بينهم تايمز، بس مش بنكتب التايمز. انت هتجيب ايه بقى؟ ديريفاتيف الفيرست ملتبلاي سكند بلس ديريفاتيف السكند ملتبلاي الفيرست، ده الرول بتاعك. ديف فيرست ملتبلاي سكند بلس ديف سكند ملتبلاي فيرست. قول وانت معايا كده ما تسكتش، قلت لك درس من الدروس المهمه جدا يا شباب. طيب انا دلوقتي هعتبر ده الفيرست، البراكت ده والبراكت ده السكند، وتعالوا نداريف. يبقى دي واي دي اكس ديف الفيرست يعني البراكت الازرق اللي قدامك، اعمل دروب لل 3 حط البراكت بس باور 2 بس كده، بس كده خلصت. لا، في ديريفاتيف اللي جوه البراكت 2 اكس يبقى 2، وديريفاتيف ال 1 ب 0 كده. انت دريفت الفيرست، حط السكند ده زي ما هو 3 اكس ماينس 2 باور 4 وبعدين بلس. اعكس بقى، دريف السكند وبعدين نزل الفيرست. طب ادريف السكند، اعمل دروب لل 4 وحط لي البراكت بس باور 3 لو سمحت، في ديريفاتيف اللي جوه البراكت اللي هو 3 وديريفاتيف ال 2 ب 0. ده كله ديريفاتيف السكند، ارزع الفيرست لو سمحت، شده كده بالماوس 2 اكس بلس 1 باور 3. يعني حته السمبليفاي بقى انت اكبر من كده، ما تسيبهاش كده بقى، الدنيا ملخبطه خالص اهو. 3 باي 2 تبقى 6 واكتب البراكت ده والبراكت ده، بلس 4 باي 3 12 واكتب البراكتين جنب بعض. في ناس بتحب تاخد كومن فاكتور، يقول لك اصل البراكت ده مستر موجود هنا وهنا، وال 6 يعني ممكن تاخد 6 كومن فاكتور. البراكت 2 اكس بلس 1 باور 2 عشان دي باور 2 دي باور 3، هنا باور 3 هنا باور 4، لا انا هاخد 3 اكس ماينس 2 باور 3 ويبقى لي ايه؟ ده راح مع ده، ده راح مع ده، ده خدت منه 3 بقى 1 3 اكس ماينس 2 بلس 12 على 6 يبقى 2، ده راح مع ده لا يبقى 1 3 اكس ماينس 2 وده راح مع ده خلاص بس كده. دول هينزلوا تاني، اعمل سمبليفاي بقى، دي يبقى 3 اكس ماينس 2 بلس 6 اكس ماينس 4. طبعا ده هتبقى البراكت ده بقى يبقى 6 و 2 اكس، ليه الموال ده؟ ما كنت سبتها وخلاص. وهنا 3 اكس ماينس 2 باور 3، هنا بقى يبقى انت عندك 3 اكس بلس 6 اكس يبقى 9 اكس ماينس 6. خلصت المسألة. ممكن تاخد مننا بقى 3 كومن فاكتور تاني، مش مستاهله بقى، اهم حاجه تعرف تعمل الديريفاتيف كويس. هنا بيقول لك فايند ذا فيرست ديريفاتيف اوف ايتش اوف ذا فولوينج. بص يا سيدي، هنا الواي ايكوالز اكس باور 2 بلس 1 اول باور 3 على 2 اكس ماينس 3 اول باور 2. انا عايز اجيب دي واي دي اكس، طبعا دي فراكشن، انت هتعمل ايه؟ داون سكوير ديف اب ملتبلاي داون ماينس ديف داون ملتبلاي اب. يبقى انت اول حاجه تعمل داون سكوير، فراكشن بار صغير قوي زي ما انت شايفه كده، وسع وشك بس عشان ما يخبطش فيك. ده باور 2 يا باشمهندس، يبقى دي باور 4، يبقى 2 اكس ماينس 3 باور 4. هندريف اللي فوق، انزل بال 3 وبعدين حط البراكت ده باور 2 في ديريفاتيف اللي جوه البراكت 2 اكس. ده كده ديريفاتيف اب، حط داون لو سمحت زي ما هو 2 اكس ماينس 3 باور 2 ماينس الرول. اعكس بقى، هجيب ديريفاتيف اللي تحت، انزل بال 2 وحط 2 اكس ماينس 3 بس باور 1، ما بكتبش ال 1 ده ملوش لازمه. ديريفاتيف اللي جوه البراكت ب 2، 3 ملهاش، في اللي فوق نزله زي ما هو. لازم تعمل السمبليفاي بقى. طب بالراحه كده واحده واحده، سيب الدينومينيتور زي ما هو. هنا انت ممكن تاخد ال 2 خلي بالك، واكس طبعا ال 2 هنا وال 2 هنا، فانت ممكن تاخد 2 كومن فاكتور، والبراكت ده باور 2 والبراكت ده باور 3 اللي هو الاخضر ده، الاخضر مع الاخضر ده، هتاخد واحد بس باور 2 كومن فاكتور. 2 اكس ماينس 3 باور 2 و 2 اكس ماينس 3 خد واحده بس وافتح براكت كبير كده. ال 3 انت ما خدتهاش خلاص، هتتكتب الاول بالراحه كده. الاكس تنزل، ال 2 انت خدتها اصلا بره،
ده انت خدته كمان كومن فاكتور وده خدت منه واحد بس، يبقى معاك اكس ماينس 3 تاني. بص يا حبيبي ال2 دي والبراكت ده انت خدتهم بره خلاص، وده خدت منه واحد بس، يبقى 2 اكس ماينس 3. اللي فاضل عندك 3 واكس والبراكت ده 2 اكس ماينس 3. ال2 انت خدتها خلاص بره تاني، دي خلاص انت خدتها بره. 2 اكس ماينس 3 ده خلاص ما تكتبوش تاني، ده انت خدت منه 2 بس ولا واحد؟ لا انت خدت منه 2، هيبقى براكت واحد بس اللي هو اكس سكوير بلس 1 بس كده خلاص. طبعا البراكت ده يروح مع واحد من الموجودين من هنا، لان دي باور 4 ودي باور 1، فممكن اكنسل واحد مع واحد عادي، هيبقى هنا الباور 3 كده، يبقى عندك فراكشن باور دي باور 3 عادي. هنا 2 اكس سكوير بلس 1 اول تو ذا باور 2، ممكن تعمل سمبليفاي لده، دي تبقى 6 اكس سكوير ماينس 9 اكس ماينس 2 اكس سكوير ماينس 2، هتبقى دي عندك 3 او 4 بقى اكس باور 2 ماينس 9 اكس ماينس 2، حطها في براكت، يبقى انت كده خلصت سؤالك خلاص. الكلام ده كلام مهم يا شباب، الكلام ده كلام مهم يا شباب. طيب في عندنا ريماركس مهمه بقى، ديريفاتيف الروت. احنا قلنا ديريفاتيف السكوير روت الحلقه اللي فاتت، اللي ما كانش بقى متابعنا هتلاقيني سايب لك اللينك الحلقات اللي فاتت كلها ان شاء الله في ديسكريبشن الحلقه، ويا ريت ما يفوتش منك حاجه عشان نلحق نخلص المنهج ان شاء الله قبل ميعاد الامتحان. ربنا معاكم كلكم ان شاء الله يا ولاد. طب انا عايز اجيب دي واي دي اكس من هنا، اي سكوير روت دي واي دي اكس فراكشن بار حلو زي كده، اكتب لي دبل الروت هنا، دبل الروت يعني 2، واكتب روت كله زي ما هو، ودريفل اللي تحت الروت ده فوق هنا طبعا ديريفاتيف الاف في داش بس كده. ايوه يا سيدي بس كده. طب ينفع نعمل كده في الكيوبيك روت؟ لا، ليه رول تاني بقى، والفورت روت، كل رول يعني او كل روت ليه رول مختلف. انت اللي عندك السنه دي السكوير روت، اشتغل على السكوير روت بس. طب مساله يا مستر عينيا، هنا الواي ايكوالز روت 2 اكس بلس 3، عايز دي واي دي اكس، ده سكوير روت فراكشن بار، ده الرول بتاعنا طبعا، نشتغل بدماغنا فراكشن بار، دبل الروت في الدينومينيتور، ادي 2 الروت 2 اكس بلس 3، دريف اللي تحت الروت ده فوق، طبعا 2 اكس يبقى الدريفاتيف 2 وال 3 ب 0 خلاص، كنسل بقى ال 2 مع ال 2 سمبليفاي يا مؤمن، يبقى 1 على الروت، انت كده خلصت سؤالك. كمان مره عايزك تعمل لي دريفاتيف لكل الروت ده، يا ساتر مش ده سكوير روت؟ ايوه فراكشن بار حلو كده، دبل الروت طبعا ده فراكشن بار اهو، ادي الفراكشن بار عشان يبقى واضح للكل اهو، واكتب 2 طبعا دبل الروت، او اكتب 2 والروت كله زي ما هو، دريبل دي لو سمحت فوق، هتبقى دي 15 اكس باور 2 ماينس 4 اكس بلس 2. لازم تبقى فاهم انت بتعمل ديريفاتيف كويس قوي. ايه اللي بعده؟ هنا بيقول لك الواي ايكوال زد باور 2 على زد باور 2 بلس 1، والزد هنا روت 3 اكس ماينس 2، انا عايز دي واي دي اكس لما الاكس ب 1. جميل قوي، عندك حلين عشان اوصل لدي واي دي اكس، قدامك طريقين، في طريق تقول دي واي دي زي ودي زي دي اكس تشين رول، وفي طريق تاني انك تاخد الروت ده تحطه مكان الزد هنا، وده اسرع، يبقى باي سبستيتيوشن. ما تيجي نجرب يعني، حط الروت ده باور 2 هنا، باور 2 هنا بلس 1، الروت طير الباور ده خلاص، او الباور شال الروت ده، تبقى دي 3 اكس ماينس 2 اهي، ده راح مع ده خلاص، يبقى 3 اكس ماينس 2 بلس 1 يبقى 3 اكس ماينس 1، بقت فراكشن، بقت زي الدرس اللي فات او الحلقه اللي فاتت، فراكشن بار او راشونال فانكشن، شد فراكشن بار بقى، دي واي دي اكس داون سكوير، ديريفاتيف اب اللي هي 3 ده ملوش ديريفاتيف يا ولاد، في داون 3 اكس ماينس 1 ماينس الرول، ديريفاتيف داون ب 3 برضه في اللي فوق 3 اكس ماينس 2. ممكن من هنا بقى تعمل سبستيتيوت ب 1، 1 هنا 1 هنا 1 هنا، تخلص معاك. حابب تعمل السمبليفاي مفيش مشكلة، هتبقى دي 9 اكس ماينس 3، مش أي مشكلة خالص، ماينس 9 اكس بس بلس اكس اوفر الدينومينيتور زي ما هو، كنسل دي مع دي، يبقى عندك 6 ماينس 3 تبقى 3 اوفر الدينومينيتور، الاكس من فضلك ب 1 ما تنساش، 3 ماينس 1 تبقى 2 باور 2 4، تطلع معاك في الآخر 3 اوفر 4، هو ده الديريفاتيف يا باشمهندس. كنا ممكن عملنا سبستيتيوت من هنا هتوصل برضو لنفس الأنسر. أسئلة تاني؟ لسه معانا مسائل كتير، وفي اخر الفيديو ان شاء الله في مسائل ام سي كيو على الجزء ده. الافكار دي يا باشمهندس، عندك 5 افكار مهمين قوي، صح صح لي بقى. انا عايز اجيب دي دي اكس لواي باور 3، تقول لي ازاي يعني؟ انت قصدك يا مستر دي دي واي لواي باور 3؟ لا انا قاصد دي دي اكس واي باور 3، ما تنفعش. لا في الكومبوزيت تنفع، في التشين رول تنفع. ازاي بقى؟ انت هتدريف عادي ريسبكت للواي، هتدريف عادي جدا ريسبكت للواي، ازاي؟
يعني ديريفاتيف الواي باور 3 قول معايا كده. ايوه اللي هو 3 واي سكوير. خلصت؟ لا، اعمل بقى تايمز دي واي دي اكس. 3 واي سكوير تايمز دي واي دي اكس. يبقى انت كده ظبطت الديريفاتيف بتاعه، لان دي مش ان تيرمز اوف اكس، لا ان تيرمز اوف واي. فانت بتداري بالواي وبعدين تزود، بتداري بالواي ريسبكت مين للواي نفسها اللي هو 3 واي باور 2 وبعدين دي واي دي اكس. طب كمان مره دي واي ودي واي عادي، هيبقى الديريفاتيف هنا 3 واي باور 2. وبعدين هتقول لي بقى دي واي دي واي. طب ما هي دي واي دي واي دي لو كتبتها ليها لازمه، ما هي دي واي دي واي دي ب 1، يبقى هي 3 واي باور 2 وخلاص. خلصت. كمان مره دي دي تي لواي باور 3، داريف دي داريف الواي الاول عادي جدا زي ما عملنا دي وزي ما عملنا دي وزي ما عملنا، هنعمل دي برضه، يبقى 3 واي سكوير. خلصت؟ لا، زود بقى دي واي دي تي عشان في بارامتر هنا. دي دي زي واي باور 8 برضه داريف الواي يبقى 8 واي باور 7. خلصت؟ لا، دي واي دي زي. دي دي اكس للواي، طب ما ديريفاتيف الواي 1 واي، ما دي 1 واي يبقى ديريفاتيف 1 وبعدين دي واي دي اكس. طب ما هي دي دي واي دي اكس اللي احنا شغالين بيها من اول ما بدانا الديريفاتيف. حته مهمه ساعات بتيجي في تشوز، ركز في الكام سؤال اللي فاتوا دول. طب انت عندك الواي باور 3 اكس باور 4 ماينس 2 اكس سكوير بلس 1، عايز اجيب دي واي دي اكس. احنا السنه دي في ثانيه ثانوي ما بندربش الا الواي، دي اسمها امبليسيت فانكشن، مش عندنا السنه دي الواي، لازم الباور بتاع الواي يبقى 1. طب الباور بتاع الواي يا مستر 4 3 مش عارف ايه، اخلص منه. الترم اللي فات لما كنت بقول لك اكس باور 3 ايكوالز 7 وانا عايز اتخلص من الباور ده، سيبك موضوع الكيوبيك روت، كنا بنقول 7 كنا بنودي الباور ده بالمالتيبليكيتيف انفرس 1 اوفر 3. يعني لو انا عندي اكس باور 3 اوفر 5 ايكوال مثلا 4، يبقى الاكس ايكوالز 8، قول لي 4 باور اعمل مالتيبليكيتيف انفرس ده يبقى 5 اوفر 3. بس كده بس كده. طب ما دي واي باور 3، يبقى تشيل 3 وديها هناك بالمالتيبليكيتيف انفرس يبقى اول تو ذا باور 1 اوفر 3. بس كده. ابدا بقى اعمل ديريفاتيف لده، يبقى دي واي دي اكس اعمل دروب للباور ثيرد، حط البراكت وشيل من ده 1، ثيرد ماينس 1 يبقى نيجاتيف 2 على 3. في ديريفاتيف اللي جوه البراكت اللي هو 4 اكس باور 3 ماينس 4 اكس بلس، لا ما فيش بلس حاجه بقى خلاص. ما تسيبليش الباور بالنيجاتيف، امال اعمل ايه؟ نزله في الدينومينيتور هنا. يبقى انت هتقول لي ثيرد 1 اوفر 3 وحط ده. بس خلي بالك بقى، لما كنا بنقول اكس باور 3 على 5 وبنحولها الروت، قلت لك الدينومينيتور هنا هو الروت. الناس اللي كانت معانا الترم اللي فات دايما الدينومينيتور ده الاندكس بتاع الروت، يبقى ده فيفث روت اكس باور 3. عشان لما احول دي الروت يبقى ده كيوبيك روت كل ده باور 2، يبقى 3 اهي كيوبيك روت عشان دي 3 كل ده باور 2، وسيب ده زي ما هو فوق. انت كده خلصت مسالتك. اللي بعده برضه بيقول لك y باور 4 ايكوال x باور 5 ماينس x، عايز دي y دي x. هلا بقى، انا عايز اتخلص من الباور ده، اروح الناحيه الثانيه بايه؟ برافو عليك، 1 اوفر 4 يا مستر. x باور 5 ماينس x all to the power 1 اوفر 4. هات دي y دي x اعمل دروب للباور، اكتب البراكت وشيل من ده 1، 1 اوفر 4 ماينس 1 يبقى نيجاتيف 3 اوفر 4. خلصت؟ لا، في الديريفاتيف اللي جوه البراكت يا مسطول 5x باور 4 ماينس 1. الله يرضى عليك وعلى والديك. نيجاتيف باور تاني الروت ده، اه ده كده فورث روت للبراكت ده باور 3 بس ينزل في الدينومينيتور، يبقى 4 ده فورث روت اكس باور 5 ماينس اكس اول باور 3 عشان دي 3 وده ينزل زي ما هو. يبقى انت كده خلصت سؤالك. يا رب تكونوا كلكم فهمتوا الاسئله دي كويس. طيب سؤال مركب بقى، مديك الواي بزد سكوير بلس 3 زد بلس 5 والزي هاف اكس سكوير بلس 2، انا عايز دي واي دي اكس ماينس 7 دي زي دي اكس ماينس اكس باور 3، يا ترى يدي لك ايه؟ انا عايز دي واي دي اكس. جميل، فين دي واي دي اكس؟ يا سيدي بمنتهى البساطه انت هتجيب دي واي دي زد، يبقى 2 زد بلس 3، ال 5 مالهاش، شيل لو سمحت الزد وحط لي كل دي، ما انت عايزها كلها اكس اهي، يبقى 2 هاف اكس سكوير بلس 2 بلس 3. اضرب ال 2 جوه، دي راحت مع دي تبقى اكس سكوير، 2 باي 2 تبقى 4 بلس 3. طب ما هي 4 و 3 7 يبقى اكس سكوير بلس 7، ادي نمبر 1. عايز دي زي دي اكس، نعمل دروب لل 2، يبقى هاف في 2 تبقى 1 بس اكس باور 1 يبقى اكس بس، يبقى ادي نمبر 2. يبقى دي واي دي اكس اللي هي دي واي دي زي ملتبلاي دي زي دي اكس، اضربهم في بعض يبقى اكس ملتبلاي اكس سكوير بلس 7 تبقى اكس باور 3 بلس 7 اكس. اكتب الليفت هاند سايد، دي واي دي اكس انت لسه جايبه حالا، ماينس 7
فين بقى دي زد دي اكس؟ والله دي زد دي اكس هيبقى اكس حطها جنب الصفر وده ينزل طبعا زي ما هو نيجاتيف اكس باور 3 از ات از يولد. اعمل بقى سمبليفاي كانسل ده مع ده وده مع ده يطلع في الاخر بزيرو، يبقى انت خلصت سؤالك. سؤال كمان، اه ده سؤال بقى من الاسئله المهمه جدا بقى. هنا بيقول لك الاف اوف 2 اكس ماينس 1 ايكوالز اكس باور 2 بلس 3، انا عايز اف داش 5. احنا بندري دايما بندرب اف اوف اكس مش اف اوف 2 اكس ماينس 1. تعال ندردش مع بعض. يعني لما اجي اقول لك الاف اوف 3 اكس مثلا باكس باور 2 هندرب ده ازاي؟ تقول لي اف داش 3 اكس بس ملتبلاي الديريفاتيف اللي جوه البراكت اللي هو 3 والدرب دي عادي اللي هو 2 اكس وبعدين شيل ال 3 دي وديها هنا بالديفايد بس يبقى 2 على 3 اكس. كمان واحده، لو قلت لك الاف مثلا اوف 4 اكس ايكوالز اكس مثلا وعايزين بقى ندرب دي هتقول الاف داش 4 اكس بس في الدريفاتيف اللي جوه البراكت اللي هي 4 ودريفاتيف الاكس ب 1 عشان دي 1 اكس وبعدين تاخد ال 4 دي تحطها لي هنا 1 اوفر 4 كده بس. بس كده. فلما يقابلك حاجه زي اللي قدامك فوق دي انت بتدرب عادي، يعني الاف اوف اكس دي هتقول اف داش 2 اكس ماينس 1 في دريفاتيف البراكت اللي هو 2 دريفاتيف فروم 0 وهنا طبعا تبقى 2 اكس. هو عايز اف داش 5، هل بقى اروح بقى اعوض عن الاكس في 5؟ عيب يا راجل، هي دي كانت الاف اوف اكس ولا اف 2 اكس ماينس 1؟ تقول 2 اكس ماينس 1 يبقى 2 اكس ماينس 1 دي هي اللي 5 يعني 2 اكس ب 6 يعني الاكس ب 3 يبقى تحط لي 3 هنا خلاص كده يبقى 2 تايمز 3. ما احنا كنا ممكن كنسلنا ال 2 مع ال 2، يلا كنسل ال 2 مع ال 2 دي خلاص هتطلع في الاخر ب 3 يبقى انت خلصت سؤالك. مساله من المسائل المهمه جدا يا شباب. برضه 20 بيقول لك الواي ايكوالز كيوبيك روت زي والزي اكس سكوير ماينس 3 اكس بلس 2، انا عايز دي واي دي اكس. طيب عايز تاخد الزد تحطها تحت الروت مفيش مشكله، اهو انا عملت سبستيوشن على طول مكان الزد دي كتبت اكس سكوير ماينس 3 اكس بلس 2. طب ده كيوبيك روت اعمل ده كله باور 1 اوفر 3 ابدا دريف بقى دي واي دي اكس اعمل دروب للباور ماينس من ده 1 يبقى نيجاتيف 2 اوفر 3 خلصت في دريفاتيف اللي جوه البراكت 2 اكس ماينس 3 ده نيجاتيف باور ما ينفعش ينزل لرابع مره بنقولها هنا في الدينومينيتور بس طبعا دي 3 يبقى كيوبيك روت البراكت ده باور 2 ده روت كيوبيك روت كل البراكت ده باور 2 نزلته تحت النيجاتيف طارت خلاص و2 اكس ماينس 3 دروب زي ما هي كده سؤالك خلص. نمبر 21 الواي ب 3 زي سكوير ماينس 1 والزي 5 على اكس انا عايز دي واي دي اكس. طيب هات الاول دي واي دي زي ممكن تعوض انا عمال اشغلك بالطريقتين هتبقى دي 6 زي ده بزيرو خلاص شيل بقى الزي حط 5 على اكس يبقى 6 في 5 على اكس يعني 30 على اكس. هات لي بقى دي زد دي اكس، احنا قلنا يا جماعه اي نمبر على اكس الدريفاتيف بتاعه ايه؟ برافو عليك نيجاتيف النمبر على اكس سكوير. يعني انت عايز دي زد دي اكس هنا يبقى نيجاتيف 5 على اكس سكوير بدل ما تطلع الاكس فوق بص يبقى 5 اكس باور نيجاتيف 1 واجيب دي زد دي اكس انزل بالنيجاتيف 1 في ال 5 يبقى نيجاتيف 5 اكس باور نيجاتيف 2 وبعدين احول. طب وليه وجع القلب؟ انت مش عايز الخطوه دي ولا الخطوه دي يبقى دي زد دي اكس دايركت نيجاتيف 5 على اكس سكوير. هات بقى دي واي دي اكس اعمل لهم باي يبقى 30 اوفر اكس ملتبلاي نيجاتيف 5 على اكس سكوير يبقى نيجاتيف 150 اوفر اكس باور 3 كده سؤالك انتهى يا باشمهندس. طيب انا عايز دي واي دي اكس برضه الواي هنا اكس سكوير ماينس 2 على 3 بلس اكس سكوير اول تو ذا باور 7 والاكس ب 0. ابدا بقى اجيب دي واي دي اكس اعمل دروب للباور حط دي باور 6 وبعدين في ديريفاتيف اللي جوه البراكت فراكشن باور ده سكوير زي ما هو ده دروب زي ما هو هتدرب اب يبقى 2 اكس في داون زي ما هو 3 بلس اكس سكوير ماينس الرول ديريفاتيف داون اللي هو 2 اكس في اللي فوق زي ما هو حط الاكس ب 0 بقى مش لازم تعمل سمبليفاي يبقى دي بزيرو بص لما تبقى دي بزيرو دي طارت خلاص ودي طارت يبقى نيجاتيف 2 على 3 باور 6 حط ال 7 الاول نيجاتيف 2 على 3 باور 6 ده بزيرو فده بقى بزيرو وده بزيرو ده بقى بزيرو وده بزيرو خلاص كله بقى زيرو يبقى ده كله بقى بزيرو اضربه في اي حاجه بزيرو خلاص خلصت المساله. نيجي بقى للجزء الثاني او للسؤال اللي زي طبعا ده كلام اتقال قبل كده ده الفاريشن احنا مش هنتكلم في الفاريشن خلاص ده حاجه اتشرحت قبل كده مش هنضيع وقتنا. بص يا جماعه هنبدا دلوقتي بقى نتكلم في الجزء بتاع التشوز ركز بقى معايا عشان في افكار مهمه جدا في التشوز. بص يا حبيبي الام سي كيو طبعا دي فقره المفروض كلنا بنستناها انت بتطبق على اللي انت فهمته لان سؤال زي اللي قدامك هنا الواي باكس سكوير
وهنا الاكس بزد باور 3 ماينس 1، انا عايز دي واي دي اكس. طيب يبقى انت هتقول لي الاول ايه، هتعوض ولا تشتغل مره واحده؟ واحد يقول لي لا بالراحه يا مستر، واحده واحده. حاضر، دي واي دي اكس داري بالاكس سكوير يبقى 2 اكس، وبعدين دي اكس دي زد، عشان دي اسمها اكس ودي اسمها زد، اكتب دي اكس دي زد، اعمل دروب لل 3 وحط زد باور 2. تمام. طب معلش بس بعد اذنك، ادي 2 حط مكان الاكس زد باور 3 ماينس 1، سيبها زي ما هي. يبقى دي واي دي زد اللي هي دي واي دي اكس ملتبلاي دي اكس دي زد، اضربهم في بعض بقى، يبقى 2 باي 3 يبقى 6 زد باور 2، وبعدين اكتب زد باور 3 ماينس 1. ده حل. في حل تاني بقى اور، عشان بس ما حدش يزعل، حط الاكس دي هنا، يبقى الواي هتبقى زد باور 3 ماينس 1 باور 2. ده ريفيال. يبقى دي واي دي زد خطوه واحده، اعمل دروب يبقى 2، وبعدين زد باور 3 ماينس 1 باور 1 في الدريفيتيف اللي جوه 3 زد باور 2. طب ما هو 2 في 3 ب 6 زد باور 2 وزد باور 3 ماينس 1، ها في فرق؟ نفس الانسر طبعا، يبقى الكلام ده في اوبشن سي. هنا الواي او الواي ماينس اكس سكوير ايكوالز اكس. السؤال ده حلو قوي، السؤال ده جميل جدا، دي كلها اسئله المعاصر يا ولاد. وعندك الاكس ماينس زد سكوير بزد، انا عايز دي واي دي زد. تقول لي ازاي يعني؟ ما مش مظبوط، اظبطها انا. هقول الواي ايكوالز، طلع لي الاكس سكوير بره بلس الاكس، والاكس دي طلع لي دول بره، يعني زد باور 2 بلس زد. ركز كويس قوي، هو عايز دي واي دي زد. فانت ممكن تعوض هنا مكان الاكس، وممكن تجيبها واحده واحده، انا رايي واحده واحده. يبقى دي واي دي اكس الاول، اعمل دروب يبقى 2 اكس بلس 1، وبعدين شيل الاكس حط لي مكانها مين بقى اللي هي دي زد باور 2 بلس زد، يعني 2 في زد باور 2 بلس الزد بلس ال1. طب الزد بنيجاتيف 1 خلي بالك، بالمره واخلص، يبقى 2 نيجاتيف 1 باور 2 ب 1 وزد بنيجاتيف 1 بلس ال1. يا سلام على الجمال. يبقى دي واي دي اكس 1 ماينس 1 بزيرو، ده طار خلاص، يبقى 1. حلو قوي الكلام ده. هتقول لي هنا هات بقى دي اكس دي زد، هات دريف عادي، يبقى 2 زد بلس 1، يبقى 2 في نيجاتيف 1 بلس 1 يطلع معاك بنيجاتيف 1. جميل، هو عايز دي واي دي زد، يبقى انا هاخد دي واي دي اكس ملتبلاي دي اكس دي زد، يعني 1 في نيجاتيف 1 هتطلع بنيجاتيف 1 اللي هي اوبشن اي. مساله من المسائل الحلوه قوي على فكره، كنت ممكن تعوض برضو نفس القصه يعني. هنا الواي بزد باور 3 ماينس زد ماينس 1 والزد باكس ماينس 4 على اكس، انا عايز دي واي دي اكس. يلا تشين رول بقى، والاكس بتوعها نعوض بقى، اجيب دي واي دي زد الاول، يبقى دي واي دي زد هتنزل بال 3، يبقى 3 زد باور 2 ماينس 1، وشيل الزد وحط لي مكانها اكس ماينس 4 على اكس، كلها باور 2 ماينس 1. هو قال لك ان الاكس ب 2 يبقى 3، ادي 2 ماينس 4 على 2 تبقى 2 ماينس 1، ده بزيرو خلاص، حتى لو باور 2 هيطلع معاك نيجاتيف 1. تعالى نجيب دي زد دي اكس، احنا اتفقنا هنا زد بيديك فيها اكس ماينس 4 على اكس. طبعا ببساطه بقى هتقول لي اكس ماينس 4 على اكس اجيبها ازاي؟ ما انت عندك ديريفاتيف الاكس ب 1، اي نمبر على اكس نيجاتيف النمبر ده على اكس سكوير، يعني نيجاتيف 4 على اكس سكوير، وفي نيجاتيف يبقى بوزيتيف 4 على اكس سكوير. طب ما الاكس ب 2 يبقى 1 بلس 4 2 باور 2 4، يعني يطلع في الاخر ب 2. يبقى دي واي دي اكس اعمل لهم باي بقى، دي واي دي زد ملتبلاي دي زد دي اكس نيجاتيف 1 في 2 هتبقى نيجاتيف 2، يبقى الكلام ده موجود فين؟ اوبشن بي. سؤال حلو تاني، الواي اكس ب 5 والاكس زد ب 3، انا عايز دي واي دي زد. طبعا في ناس بتقول لك اصل انا هجيب الاكس واطلع الواي، او اجيب الواي واطلع الاكس، يعني موال كده، ما تعملهم ديفايد وخلاص. اعمل ديفايد الاثنين، مين على مين؟ انا عايز الواي فوق، خلاص يبقى واي اكس دي على اكس زد، الكلام ده ايكوالز 5 على 3. طب ما تشيل الاكس مع الاكس، يبقى واي على زد ايكوالز 5 على 3. يبقى الواي اضرب بقى في زد، يبقى 5 اوفر 3 زد كروس مالتيبليكيشن، خلاص خلصت في سطر اهو. يبقى دي واي دي زد ديريفاتيف الزد ب 1، يبقى 5 اوفر 3 اللي هي اوبشن بي. مساله حلوه برضه، لسه في افكار ثانيه معانا، ركزوا مع بعض كده واحده واحده. بيقول لي ثاني ادي الواي باكس ماينس 5 على اكس بلس 5، ادي الاكس ب 2 زد بلس 3، انا عايز دي واي دي زد. ممكن نعوض بقى المره دي بقى، ويبقى الواي ايكوالز، اعمل سبستيتيوت، حط الاكس ب 2 زد بلس 3، يبقى 2 زد بلس 3 ماينس 5 يعني ماينس 2، هو نيجاتيف 5 بلس 3. هنا برضو 2 زد بلس 3 بلس 5 بلس 8. تعالى نجيب دي واي دي زد بقى، يبقى دي واي دي زي فراكشن بار صغير قوي كده، 2 زي بلس 8 داون سكوير، هندريف اب طبعا، لما الدريف اللي فوق طبعا هتبقى ب 2، ونحط اللي تحت زي ما هو 2 زد بلس 8 اللي هو الدينومينيتور، ماينس دريف داون ب 2
فاب اللي هو 2 زد ماينس 2، الزد ب 1 خلاص. يبقى هنا 2 بلس 8 تبقى 10، في 2 تبقى دي 20، دي ب 1، يبقى 2 ماينس 2 0 خلاص. هنا 2 الزد ب 1 يبقى 10 باور 2 يبقى 100، هتطلع ب 20 اوفر 100، يعني تطلع ب 1 اوفر 5 اللي هي اوبشن دي. نمبر 6، هنا مديك الزي والواي وطالب دي زي دي اكس، والاكس بنيجاتيف 1 اوفر 2، يبقى انا هجيب دي زد دي واي. تعالى نشتغل التشين رول، هتعمل دروب لل 2 في الهاف تبقى 1، يبقى واي بلس ال 1 خلاص خلصت. الواي قدامك عوض بقى، يبقى تقول لي الواي دي مكانها اكس سكوير بلس اكس بلس 1 بلس ال 1 اللي هنا، وحط الاكس بنيجاتيف هاف، نيجاتيف هاف سكوير ب 1 اوفر 4 ماينس هاف بلس 2 خلاص. يبقى انت عندك هنا ايه يا سيدي؟ ادي 1 اوفر 4 دي كانها طبعا دي 2 على 4، يبقى دي نيجاتيف 1 على 4، نيجاتيف 1 على 4 بلس 2 اللي هي 8 على 4، يعني يطلع معاك كام؟ يعني 7 على 4. تعالى نجيب بقى دي واي دي اكس، تبقى معاك الاله بقى انت اشتغل بالكالكيوتر مفيش مشكله. اعمل دروب هنا يبقى 2 اكس بلس 1، الاكس بنيجاتيف هاف، يبقى 2 في نيجاتيف 1 اوفر 2 بلس 1 تطلع ب 0، يا للمفاجاه. يبقى دي واي دي اكس، لو عايز دي واي دي زد بقى اضرب دي واي دي اكس في دي زد دي واي، هتروح دي مع دي، يبقى دي زد دي اكس زي ما هو طالب، او عايز دي زد دي اكس، عفوا دي زد دي اكس، ماشي اطلع ب 0 طبعا. خدت بالك ولا لسه؟ ما انت هتضرب دول في بعض اهو، 0 في اي حاجه ب 0، يبقى انت هتقول لي اوبشن ايه؟ نمبر 7 بيقول لك ايه؟ ادي الواي وادي الزد، انا عايز دي واي دي اكس ماينس دي زد دي اكس، طب ما تيجي نعملها. طبعا دي واي دي اكس داريف دي، يبقى 3 اكس باور 2 بلس 2 اكس وديريفاتيف 7 اكس ب 7، كل ده ماينس دي زد دي اكس، دول 3. انت ممكن تضرب دول في بعض، يبقى دي اكس باور 2 نيجاتيف 1 في نيجاتيف 2 يبقى بوزيتيف 2، مينز واكستريمز يا ولاد، نيجاتيف اكس ونيجاتيف 2 اكس يبقى نيجاتيف 3 اكس، اضرب ده في اكس، يبقى اكس باور 3 ماينس 3 اكس باور 2 بلس 2 اكس خلاص. يبقى ده اكس باور 3 اهو بلس او ماينس ماينس 3 اكس باور 2 بلس 2 اكس خلصت. لا اضرب في نيجاتيف بقى، يبقى 3 اكس باور 2 بلس 2 اكس، اه احنا ما دربناش، احنا ما دربناش، احنا كتبنا كده وخلاص. لا غلط طبعا، احنا المفروض نجيب ديريفاتيف. شو قال لك ماينس دي زد دي اكس دريف ده بقى، امال كنا بنعمل ده كله ليه؟ 3 اكس سكوير ماينس 6 اكس بلس 2، بس دخل النيجاتيف بقى، يبقى هنا تقول لي ماينس 3 اكس باور 2 بلس 6 اكس ماينس 2، طبعا ده راح مع ده خلاص، 6 اكس و 2 اكس بقت اكس، 7 ماينس 2 5، يعني 8 اكس بلس 5 يبقى اوبشن سي. نمبر 8، هنا الواي بروت زد بلس 1 على روت زد، والزد باكس سكوير بلس 25، انا عايز دي واي دي اكس، طيب حلو قوي، عايز تعوض ولا تشتغل؟ لا انا هعوض، مفيش مشكله. بص هتعمل ايه بقى؟ اولا روت زد دي يعني انت هتخليها لي اكس سكوير بلس 25 باور هاف، مفيش مشكله. هطلع دي فوق يبقى اكس سكوير برضو بلس 25 باور نيجاتيف 1 اوفر 2. هات بقى دي واي دي اكس، هتعمل دروب للباور يبقى هاف، وحط اكس سكوير بلس 25 بس ماينس 1 من الباور نيجاتيف هاف في ديريفاتيف اللي جوه البراكت 2 اكس بلس، نزل برضو نيجاتيف 1 اوفر 2 اكس سكوير بلس 25 ماينس 1 يبقى نيجاتيف 3 اوفر 2 في ديريفاتيف اللي جوه البراكت 2 اكس. طبعا الاكس ب 0 فدي ب 0 يبقى ده كله بقى خلاص ب 0، وده ب 0 الضرب في ده برضو بقى ب 0 خلاص خلصت المساله، يبقى الدوشه كلها دي ب 0. هنا مدي لك الواي، اه ده سؤال حلو، ومدي لك الزد، هو عايز دي واي دي زد، هل نقدر نعوض ولا ندريف دي وندريف دي؟ لا عوض احسن، هتبقى كبيره جدا لو انت قعدت تدريف دي فراكشن ودي فراكشن موال ولسه تعمل لهم ملتبلاي. طب ما تكتب الواي ايكوالز، شيل الزد دي حط لي اكس بلس 1 على اكس، هعلمك حاجه النهارده جميله جدا في الحته دي، ودي برده اكس بلس 1 على اكس ماينس 3 ماينس 3. بص يا حبيبي انا دلوقتي عايز اتخلص من الدينومينيتور ده، طب ما تعمل ملتبلاي اكس ماينس 3 اب داون، ينفع؟ ينفع ينفع ونص، فده راح مع ده يبقى اكس بلس 1. بص الجمال، ال1 الدرف ده برضه يبقى اكس ماينس 3 عادي، هتبقى المساله سهله خالص. ده راح مع ده يبقى اكس بلس 1. بص الجمال بقى، نيجاتيف 3 في البراكت نيجاتيف 3 اكس بس بلس 9. انا عملت ايه؟ لا 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 لا، ايه اللي انا بكتبه ده؟ ده كويس انا خدت بالي، ده كلام يا راجل، ده كلام يا راجل، ده دي ماينس ايه؟ دي ماينس 1، ده كلام يا راجل، خدينا في ده يا مستر، حقك عليا ما تزعلش. خلاص؟ يبقى انت تقول لي هنا ايه؟ ماينس اكس بلس 3.
خدت بالك؟ تاني انا عامل مالتبلاي ايه؟ دي الاكس بلس 1 حطيتها مكان الزد، اكس بلس 1 انا عكست انا. طب نقولها تاني بالراحه كده بالراحه، هي دي المفروض بلس 3 ودي ماينس 1 بالراحه، بس بالراحه ناخدها كلها تاني كده بهدوء كده بالراحه كده. هنا يبقى دي مكان الزد اكس بلس 1 على اكس ماينس 3 اهي، بس بلس 3 الزد اكس بلس 1 على اكس ماينس 3 ماينس 1، اعمل مالتبلاي زي ما اتفقنا اللي هو اكس ماينس 3 اب داون، هيبقى ده راح مع ده يبقى اكس بلس 1 3 اكس هنا و 3 تايمز نيجاتيف 3 يبقى نيجاتيف 9، اضرب في اكس ماينس دي راحت مع دي برضه يبقى اكس بلس 1 اهي نيجاتيف 1 في اكس بنيجاتيف اكس ونيجاتيف 1 في نيجاتيف 3. بص بص الجمال بقى، هتلاقي الدنيا بقت سهله خالص معاك. ليه؟ لان ده راح مع ده، يبقى انت عندك الواي خلي بالك دي 1 و 3 4 يعني 1 اوفر 4، اكس و 3 اكس يبقى 4 اكس بلس ماينس 8 1 ماينس 9، اضرب دي جوه هتبقى اكس ماينس 2. يا سلام على الجمال، يبقى دي واي دي اكس يطلع 1. يبقى انت تختار دي. تاني انا شلت الزد دي اكس بلس 1 على اكس ماينس 3 دي بلس 3، اكس بلس 1 على اكس ماينس 3 ماينس 1، اضرب في اكس ماينس 3 فوق وتحت، دي راحت مع دي اكس بلس 1 هنا 3 في اكس 3 اكس 3 في نيجاتيف 3 بنيجاتيف 9، دي راحت مع دي اكس بلس 1 نيجاتيف اكس بلس 3، ده راح مع ده يبقى 4 1 اوفر 4، دول 4 اكس بس ماينس 8، 1 على 4 في 4 طارت يبقى اكس، 1 على 4 في 8 يبقى نيجاتيف 2، يبقى دي ودي اكس 1 كده يا جماعه. يبقى احنا خلصنا درس، لا لسه معانا والله، طب معانا افكار، حظكم حلو النهارده رزقكم واسع. انا صوتي خلاص راح بس يلا مش مشكله، مش خساره فيكم والله، ربنا يوفقكم ان شاء الله. الاف اوف اكس روت اكس سكوير بلس 9 عايز اف داش نيجاتيف 4، طبعا ده سكوير روت، يبقى انت هتقول الاف اكس اعمل بقى دبل الروت في الدينومينيتور وده ريف اللي تحت روت فوق يبقى 2 اكس. طب الاكس بنيجاتيف 4 يبقى نيجاتيف 8 هنا، ممكن تشيل 2 مع 2 بس يلا مش مشكله، نيجاتيف 4 باور 2 16 25 يبقى دي 5 خلاص، هنا يبقى نيجاتيف 4 اوفر 5، يبقى انت طبعا هتقول لي اوبشن ايه، معاك بقى الكالكليتر خلاص. عايز اجيب دي واي دي اكس، خلاص بقى سؤال مباشر بقى، يعني هعمل دروب لل 5 واكتب اكس سكوير ماينس 2 بس باور 4 في الدريفيتيف اللي جوه 2 اكس، اضرب بقى ال 5 في 2 يبقى 10 اكس واكتب البراكت زي ما هو، يبقى انت كده خلصت سؤالك اللي هو 10 اكس في اكس سكوير ماينس 2 باور 4. طيب هنا بيقول لك زد بلس 1 باور 3 دي الواي، اكس باور 5 ماينس 1 ده الزد، عايز دي واي دي اكس. طب ما تيجي نعوض هنا مره، احنا شغالين في اللي بالطريقين، الطريق ده والطريق ده، حط هنا اكس باور 5 ماينس 1 بلس 1 باور 3، بص الجمال، خليك لماح، يبقى الواي تبقى اكس باور 5 اول باور 3 يعني باور 15، يبقى الواي داش او دي واي دي اكس اكتب 15 اكس باور 4 اللي هي طبعا تبقى اوبشن سي. عايز اعمل دي دي اكس لدي، دريب بقى، نزل النيجاتيف 2 وحط 2 من 3 اكس ماينس 1 من النيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 3 في الدريفيتيف اللي جوه البراكت نيجاتيف 3، يبقى نيجاتيف 2 في نيجاتيف 3 6 وادي 2 ماينس 3 اكس اول تو ذا باور نيجاتيف 3 يعني اوبشن سي. فاهم الموضوع يبقى سهل، لكن لو انت حافظ الموضوع يبقى صعب جدا عليك، وانا مش عايز طلبه معايا حافظه، انا عايز الطالب اللي معايا يبقى فاهم كده. ابطال يبقى احنا خلصنا موضوع من الموضوعات المهمه جدا اللي هو التشين رول. يا رب تكونوا كلكم استفدتوا بحلقه النهارده، تمنيات القلب لكم بالتوفيق، لا تنسوني من دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.